ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع عند رمي الجمار: هلم القطلي. قال: فلقطت له سبع حصيات مثل الخذف،
فلما وضعهن في يده قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو تحذير منه صلى الله عليه وسلم للأمة، وكان كما وصفه ربه عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما من خير إلا ودل عليه أمته، وما من شر إلا وحذر منه أمته. وكان صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته خوفا شديدا ويشفق عليهم صلوات الله وسلامه عليه، لذلك أمر ونهى وعلم وحذر صلوات الله وسلامه عليه. ومن شفقته بأمته أنه كان لكل نبي دعوة مستجابة دعاها كل نبي لقومه أو على قومه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى يوم القيامة شفاعة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. يحذر الأمة من الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد في المدح أو في الذم، أن يجاوز الناس في مدح إنسان أو في مدح قبر أو في مدح بقعة حتى يعطوها ما لا ينبغي لها. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو سبب الهلاك. قال الله عز وجل عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم أنصابا تذكركم بهم، ففعلوا. فلما هلكوا أي هلك هذا الجيل ونسي العلم، وفي رواية ودرس العلم، نسي العلم، ضاع العلم، بقي أثره في قوم نوح قليلا، أوحى الشيطان إلى أحفادهم وإلى الأجيال التي جاءت بعدهم أن أجدادكم كانوا إذا قحطوا يستسقون بهم أي يطلبون السقيا بهم، فعبدت من دون الله. هم في الأساس قوم صالحون أنزلوا
في غير المنزلة التي أنزلهم الله إياها، فعبدوا من دون الله وصارت أصناما تعبد من دون الله في قوم نوح. لذلك أرسل الله إليهم نوحا أول رسول إلى أهل الأرض عليه الصلاة والسلام. إذن ما السبب في وجود الأصنام؟ ما السبب في حدوث أول شرك على وجه الأرض؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، وكان سبب هلاك قوم نوح. أخذهم الله بالطوفان لما كذبوا رسولهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ما من قوم هلكوا إلا وكانوا يعبدون الأصنام. وما الداعي على عبادتهم للأصنام؟ الغلو. ما الداعي لبناء المساجد على لبناء القبور على المساجد واتخاذ البقاع وتعظيمها واعتقاد أنها تقبل النذر؟ الغلو، الغلو في الأشخاص. لذلك لما ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم هو في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، تعظيما مبالغة في المدح. أولئك شرار الخلق عند الله، المبالغة، الغلو في الأشخاص سبب لهلاك هذه الأمة. إذن الحذر ثم الحذر من الغلو في الاعتقاد أو في الأعمال أو في الأشخاص. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا، الغلو، ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي فتنزلوني منزلة لم ينزلني الله إياها، كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم، غالوا فيه حتى أنزلوه منزلة لم ينزله الله إياها، وهو أنهم قالوا عنه أنه الله أو أنه ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، صلى الله عليه وسلم، فقولوا عبد الله ورسوله.
صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد، يحذر أمته، يخاف عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد وجد في الأمة من بالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، فزعموا أنه يعلم الغيب، وزعموا أنه يفرج الكرب، وزعموا أنه يجيب دعوة الملهوف إلى آخر ذلك، كما قال البوصيري: يا أكرم الخلق من لي ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. تصور، يقول يا أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه: من لي ألوذ به سواك؟ أين الله؟ من لي ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم؟ إذا نزل حادث، من لي ألوذ به؟ ألجأ إليه أن يرفع عني ما نزل بي سواك عند حدوث الحادث العمم. فجعل مال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والموحد يفرق بين مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرق بين توحيد المرسل الله عز وجل وبين توحيد المرسل وهو صلوات الله وسلامه عليه. يتبع ويطاع ويعظم أمره ونهيه، ويدعى إلى سنته، وينصر صلوات الله وسلامه عليه. لا أن يعبد، لا أن يدعى، لا أن نبالغ في مدحه حتى ننزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياه. ووجد أيضا في الأمة من بالغ في مدح الأشخاص حتى عبده من دون الله، كما فعلت السبئية مع علي رضي الله عنه، وما زال النصيرية على هذا الاعتقاد، وما زال الدروز على نفس الاعتقاد في الحاكم بأمر الله الشيعي الفاطمي الذي من أصول يهودية. السبئية قالوا في علي إنه الله، وكانت هذه البدعة الكفرية ابتدعها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام نفاقا ليفسده على أهله. فلما سمع علي بذلك خد أخاديد وأضرم فيها النار عند باب مندى، ثم أمر بهم وأتي بهم وجعل يسألهم قبل أن يلقيهم في النار، فجعلوا يقولون: أنت ربنا. فألقاهم في النار، حرقهم بالنار، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لأن هؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والنصيرية ما زالوا إلى الآن يعتقدون في علي أنه الله، وأن الله قد حل فيه، وهو النظام المجرم الذي يحكم سوريا الآن، والذي ينتقم من أهل السنة من أهل سورية الآن. الشيعة الروافض إيران، والنصيرية بزعامة بشار، والرافضة بزعامة حسن نصر،
كلهم اجتمعوا على أهل السنة في سوريا، والمسلمون في غفلة من أمرهم، وكل ذلك بسبب المغالاة، الغلو في الأشخاص عياذا بالله تعالى. فرق بين تقدير واحترام الأشخاص وبين تقديسهم والمبالغة في مدحهم حتى ننزلهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها. أمرنا باحترام العلماء، وأمرنا بتقدير الأشخاص، وأمرنا بطاعتهم في طاعة الله، ولكن نهينا عن المبالغة في مدحهم وعن تقديسهم حتى نجعلهم فراعنة أو طواغيت يعبدون من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالنصارى بالغوا في عيسى وفي قديسيهم، فيعبدون عيسى وقديسيهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك بطاعتهم فيما حرم الله، أحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوهم، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تلك عبادتهم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من سيتبع سبيل اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. وقد وجد في الأمة من يقدس العلماء والصالحين، بل وعبدوهم من دون الله، كما نرى من غلاة الصوفية في كل مكان. نعوذ بالله من ذلك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ولما قال له قوم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: السيد هو الله صلوات الله وسلامه عليه، يحمي حمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ينبغي أن تكون الأمة، أن تكون الأمة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تكون مجتنبة لما عنه حذر ونهى صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا العلماء رحمهم الله تعالى من سلفنا الصالح
كانوا يؤصلون هذه القاعدة في نفوس أتباعهم، حذروا أتباعهم من تقديسهم ورفعهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها. هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: ماذا نفعل إذا رأينا قولك قد خالف كتاب الله؟ قال: خذوا بكتاب الله ودعوا قولي. قالوا: ماذا نفعل إذا رأينا قولك يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. قالوا: ماذا نفعل إذا رأينا قولك يخالف قول الصحابة رضي الله عنهم؟ قال: خذوا بقول الصحابة رضي الله عنهم ودعوا قولي. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الدليل من كتاب الله فهو على الرأس والعين، وإذا جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين، وإذا جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أي يقصد أنه مجتهد وهم مجتهدون، والمجتهد عليه أن يجتهد في استنباط الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأدلة الشرعية. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط، أي قولي لا فائدة فيه إذا كان يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا: أجمع المسلمون على أنه إذا استبانت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يدعها لقول أحد من الناس. الإمام ابن عباس الإمام العالم الحبر، ترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، كان يرى أن التمتع في الحج واجب، فكان يفتي بذلك، فقال له رجل من الجالسين: إن أبا بكر وعمر كان يريان أن إفراد الحج أفضل، وكان ابن عباس قد استدل على قول هذا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول ابن عباس؟ ابن عباس رضي الله عنهما يستدل على فتواه وعلى اجتهاده بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، استدل عليه المخالف بقول أبي بكر وعمر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما معلما الأمة، يوشك يعني يقرب ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا هو المقياس، هذا هو الميزان في تعاملنا مع الأشخاص، في تعاملنا مع العلماء، الحذر من المبالغة والغلو في المدح
وكذا الغلو في الذم. الإنصاف عزيز، ما من إنسان إلا وفيه خير وشر، وفيه صلاح وفساد، وعنده آراء صحيحة وعنده آراء خاطئة. كلنا بشر لا نعلم الغيب، فينا قصور البشر. يعرض علينا عوارض، فينا نسيان، فينا خطأ، فينا قصور، فينا جهل، فينا ظلم. والظلم هنا قد يكون في المجاوزة في التفسير، في المجاوزة في الحكم. نحن بشر، نحن بشر، لسنا بملائكة. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا تبالغ في ذم إنسان يؤدي ذلك إلى الوقوع فيه والوقوع في عرضه وتنقصه من غيبة والنميمة والسب والشتم والانشغال به عن الانشغال بالله. تنشغل بالإنسان، تنشغل بالحديث عنه، تجعله فاكهة مجلسك. أما إن كنت منصفا معتدلا في التعامل مع الأشخاص، مع كل الأشخاص، فلن تنشغل بأحد عن الله. وكفى بمثل هذا الموقف عقوبا أن يشغلك عن الله، أن ينشغل بالك بفلان وأن تتحدث عن فلان، فتصرف عن انشغال البال بالله وبطاعة الله وفي التفكير في طاعة الله وفي التفكير في العلم وطلب العلم وغير ذلك مما ينفعك ينفع الأمة. فالله المستعان، فالله المستعان. نحن الآن نرى موجة من ذلك، نرى موجة من ذلك، انتخابات الرئاسة، وهناك مرشح ومرشح ومرشح، ولا شك أننا ننصر المرشح الذي له مرجعية إسلامية، لكن وجدنا نوعا من المبالغة، نوعا من المبالغة في المدح، تجعل العين لا ترى العيب، ترى العين لا ترى العيب. ولا يمكن أبدا أن تنجح في الحكم وفي الوصول إلى رأي ينفع الأمة. لذلك الحذر ثم الحذر من الضغط على أهل العلم الذين هم المرجعية للأمة والذين يجتهدون لمصلحة الأمة، ليروا المناسب لهم، ليروا المناسب لهم، ليروا الذي يستطيع أن ينقذ البلد وأن يخرج بها من حمأة الفتنة التي وقعت فيها. أما هذه المبالغات وهذه المبالغات في المدح وذم الآخرين، هذا ليس بمنهج السلف. نعم، شخص ينصر المشروع الإسلامي يحب في الله، نحترمه، نجله،
نقدره، ندعو له، لا أن نبالغ في المدح فيؤدي إلى ذم الآخرين وإلى غيبة ونميمة وتنقص والوقوع في أعراض الآخرين. وكما ذكرنا ولا تنسوا أن الدعوة السلفية عندما قررت المشاركة في السياسة وفي العمل السياسي قلنا بسياسة شرعية وبمراعاة الأخلاق والآداب الإسلامية، ولا يمكن أن نشيطن المنافس ولا يمكن أن نقع في عرضه. إن وقع هو، إن اغتاب، إن فعل، فالله حسيبه، أما نحن نفعل ذلك لا، إنما منافسة شريفة بأخلاق الإسلام وبآداب الإسلام. أما ما نراه الآن فهذا خطر شديد، خطر شديد على دعوتنا وعلى صفوفنا وعلى أبناء الأمة وعلى المسلمين عموما. لا نبالغ في مدح أحد، هناك علماء مرجعية يقيسون الأمور جيدا ويبحثون عن الأنسب للأمة، والأمة تتبعهم في ذلك، فما تأمرني إن يدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هم العلماء المستمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يدبر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في سوريا وفي غزة والصومال وفي الشيشان وأفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم عليك بكل ظالم ومنافق يصد عن سبيلك، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأخي الصالحين.